الله 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 عليك، ابدعت يا معلم. عايز اقول موضوع يستاهل النظر يا جماعه. الموضوع هو انه ناس الكهرباء منهم محجوب سراج، منهم السن الضوي صاحب هذا اللحن، ومنهم عمنا عبيد الطيب، منهم محجوب سراج ومنهم السن الضوي، منهم عمنا عبيد الطيب وعلاء الدين حمزة وآخرين ساهموا في العمل الفني على مدى أكثر من 80 سنة بدون أي قطوعات، يعني ظلوا مستمرين في هذا العمل الفني البديع، يساهمون ويبدعون. نواصل مع إبداعات السن الضوي أيضا ومحجوب سراج. ليه بتسأل عني تاني؟ بعد ما شلت الأماني رحت خليتني لزماني، وانت عارفه علي جاني، غناها إبراهيم عوض، هتغنيها بيتنا نسرين. نسرين مش نسرين، نسرين. Thank you.
شمعات الجليلة صوت دفي أبكي أقول حيرانا في دموع أنا سنين. شكرا يا بنتي. شكرا لكم يا شباب جميعا. شكرا للفرقة الموسيقية وأستاذنا محمدية. إلى اللقاء.